برج القوس حاسس بإن خطواتك زي ما بيقولوا كده متقفل عليها، كل ما تيجي تدخل من ناحية تحس إن هي مقفولة، تدخل من ناحية تانية تلاقيها مقفولة، الشوارع مسدودة، حاسس إن أنت تعبان ومتضايق ومخنوق والدنيا ضيقة عليك قد كده، والحاجة مش راضية تمشي، والأمور كلها يعني سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحب أقولك إن الوضع ده مش هيفضل كتير، وإن في انتصارات على المجال العاطفي والمادي والاجتماعي والعملي، وكل المجالات إن شاء الله فيها انتصارات وفيها نشاط زيادة ليك في الأيام اللي جاية يا برج القوس. عايز أقول لك كمان إن ليك انتصارات وليك تحقيق للأهداف إن شاء الله، حاجات كنت مش منتظر إن هي تتحقق، حاجات كانت مقفولة ومش منتظر إن هي تتفتح، إن شاء الله ربنا هيفتحها في وشك ويبعت لك اللي أنت بتتمناه بالظبط بالظبط بالظبط. ولو فيكم حد بيمر بوعكة صحية والوعكة دي مطولة والواحد زهق وتعب وحاسس ان الدنيا يعني ايه ده، هو انا مش هروق بقى، هو انا مش هخف بقى، لا، احب اقولك ان كل مؤمن مصاب وكل ذي نعمة محسود، وربنا بيبعت الابتلاءات على قد الصبر وعلى قد الاحتمال، ولازم ان احنا نحتمل ولازم ان احنا نصبر علشان ربنا يبعت لنا الفرج بعد الابتلاء. كلنا 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 بنتعرض لابتلاءات كتيرة، وربنا ان شاء الله بيسويها وبيعدلها من عنده، واللي بيتعرضوا لابتلاءات صحية فحب اقول لهم ان شاء الله هيشوفوا الشفاء والسعادة في الايام اللي جاية. شوفوا ايامكم بمنظور مضيء، بلاش النظرة التشاؤمية، بلاش النظارة السوداء، ان شاء الله في انصلاح للحال، وبعد الصبر الطويل الطويل على الألم وعلى ضائقة مالية كانت بتمر بيك يا برج القوس، في فرج. ربنا ما خلقش حاجة من غير حل، ربنا بيبعت لكل واحد الابتلاء على قد احتماله، فان شاء الله في ليك خير كتير كتير كتير. واحب اقول لك ان انت هتتلقى هدية، هدية كبيرة هتجيلك وهتفرحك جدا جدا جدا، هتكون مدخول للسعادة عليك وعلى اهل بيتك، سواء اذا كنت انت متزوج او اعزب، فهيكون في خير كتير ان شاء الله داخل في بيتك. كمان عايزين نقول لو حد منكم اتقدم لوظيفة او شغل وفي مسابقة للوظيفة او الشغل دوت، فان شاء الله هتكونوا من الناجحين والمقبولين ان شاء الله. حساسيتك الزايدة، شدة اعصابك، توترك اللي في الفترة دي والفترة اللي فاتت يا برج القوس مفيش منه اي داعي، بتمنى ان انت تهدى وتستقر شوية، عشان النرفزة والعصبية دي بيبقى ليها أثر سيء جدا عليك صحيا وجسديا ونفسيا وعلى المحيطين بيك. فبتمنى إن شاء الله إن أيامك اللي جاية كلها تكون مستقرة يا برج القوس وتحقق كل أحلامك. أبشر إن شاء الله بقدوم خير كتير إن شاء الله ووفير ليك وللي حواليك. عايزين نقول بالنسبة للمنفصلين والمبتعدين والمطلقين من برج القوس، ايه الحكاية وايه الدنيا وايه الحبيب رايح فين، عايزين نقول ان لكم بناء من اول وجديد وليكم رجوع ان شاء الله، وفي ليكم تحقيق امنية غالية برجوع الحبيب ليكم، وفي طاقة استشفاء للقلب وللروح هتخلي ايامكم اللي جايه كلها كويسه. احبكم في الله يعني، واحب دايما ليكم كل الخير يا برج القوس. احب اقول لكم ان في رحيل للالم والعذاب والمعاناه اللي انتم مريتوا بها كتير، في كمان فرحه ونصره هتشوفوها في اعاديكم والناس اللي كانوا فرحانين بحدوث طلاق او بحدوث انفصال، وانتم تستاهلوا وانتم كان لازم يحصل فيكم كده. احب اقول لكم ان انتم هتنتصروا وهتفرحوا فرحة مليها أول من آخر، وهيكون في غيظ وغل عند الناس دول، فحب ان انتوا تحصنوا نفسكم من عينيهم، لانهم هيبعتوا لكم شرز كده من عينيهم ان هم ازاي انتوا حققتوا ده وازاي انتوا بعد كل اللي هم عملوه ده وصلتوا برضو لمبتغاكم. بتمنى لكم كلكم الخير والسعادة. خلينا نشوف بالنسبة ل متأخرين الزواج وبالنسبة للعزاب ايه الدنيا بتقول ايه.
الدنيا بتقول ان لسه هتتعلموا في الدنيا كتير، لسه هتعرفوا من الدنيا كتير، في ليكم انتصار وانتقال لحياة الحرية والرفاهية شوية في الايام اللي جاية. من ضمن الرفاهية دي الحصول على احباب والتواصل معاهم ومعرفة ان الدنيا لسه بخير وان انتوا لسه مرغوبين وان في حد عايزكم وان في حد بيحبكم وان انتوا قد كده حد قلبه طيب وروحه صافية ويستاهل الحب والسعادة اللي اتحرم منها كتير. معظمكم او بعضكم هيحصلوا على الحبيب او الشريك ده من اراضي تانية، من بعيد، من سفر، من بلاد تانية بعيدة عنكم قوي، ممكن تكون حتى بينكم سفر طيارة، هتعرفوا عليهم من خلال النت، هيحبوكم ويتحبوهم، واول ما الازمات دي تزول فهيجولكم وهيتموا من الخطبة والزواج والتقدم في مشاريع للحب بكل الحب وبكل الوفاء ان شاء الله وبكل الاخلاص. هيكون في نجاحات كبيرة جدا ليكم يا برج القوس على المجال العاطفي من المتأخرين في الزواج والعزاب. ايامكم كلها يا رب يكون كلها فرح. بتأسف جدا لان ما بقدرش ان انا ما بدعيش، والناس اللي بتدعي ان انا بدعي فتغاضوا عن هذه الجزئية. يا ريت ما تنسونيش من انكم تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. خلينا نشوف حبايبي وحبيباتي من برج القوس اللي يعني اللي اتأخروا في الانجاب، الدنيا فيها ايه، واللي معرضين للحمل ان شاء الله، ومعظمكم معرضين للحمل وهتحصلوا على الحمل يا برج القوس. عايزين نقول كمان ان بالنسبة للاشخاص من برج القوس واللي بيعانوا للأسف يعني من اعاقة جسدية او نوع من انواع الاعاقة، فحب اقول لكم ان ربنا هيعوضكم بالحب اللي يحسسكم بانكم مكتملين وكاملين ومش ما بينقصكم شيء ابدا بالاعاقة الجسدية. البني آدم لما يبقى معاق جسديا أحسن ما يبقى معاق ذهنيا وعقليا، ومش قصدي على ذوي الاحتياجات الخاصة، لا، أنا قصدي لما يكون البني آدم عقله واقف وجامد ورافض للتقدم ورافض للتطور، وبني آدم أسود من جوه للآخرين. فإن شاء الله ليكم الخير وكل الخير. خلينا نشوف قراءتكم العاطفية البحتة في خلال الكروت الرومانسية بتقول إيه لبرج القوس. بتقول إن في حب حقيقي هيدخل حياتكم او حب حقيقي موجود في حياتكم ان شاء الله، فليكم انتصار وليكم كيد للاعادي انهم هيتكادوا منكم وهيتضايقوا منكم. خلينا نقول ان في اكمال لزواج وخطبة وفرح وفرح وحياة سعيدة رومانسية مليئة بالحب والسعادة. خلينا نقول كمان ان في منكم واللي ان شاء الله ان شاء الله هيكون ليهم يعني شفافية زيادة لدرجة ان هم يبقوا عارفين اللي جاي فيه ايه. ربنا هينور بصيرتكم قوي 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 في الايام اللي جاية، بالذات النساء من برج القوس، فهتشوفوا الحياة بمنظور تاني وبعينين تانية وفكر جديد، هيبعت لكم اكيد حاجات حلوة كتير. بالنسبة لحبايبي المتأخرين في الزواج زي ما احنا شايفين اهو، في حصول على زيجة وإتمام للزيجة، في حصول على الأحباب والحب الكبير الكبير اللي انتوا تستحقوه هيكون من حدكم من نصيبكم. بتمنى ان انتوا يعني ترقوا نفسكم تقوموا باستخدام الرقية الشرعية، وكمان تستخدموا المعوذات وآية الكرسي، لأن واضح إن طاقة الحسد رهيبة يا برج القوس. فحصنوا نفسكم وحصنوا أحبابكم وحصنوا أهلكم، يا رب يا رب يبعد عنكم كل شر. بحبكم كلكم يا برج القوس. يا ريت ما تنسونيش من دعوة صالحة إن شاء الله، إن ربنا يصلح لي الحال ويحقق لي أحلامي وطموحاتي وأمالي ويبارك لي في أولادي.